الفنانة الجميلة عايدة غنيم، بقول لك مليون مبروك على براءة ريا وسكينة. الله يبارك فيك يا محمد، وميرسي جدا ليك، وانا مبسوطة ان انتوا برضو بتشاركونا المناسبة الحلوة دي، انت وقناة الشرقية، اللي احنا بجد انا عن نفسي ما بقتش اقدر استغنى عنها خالص في اي حاجة، في اي مناسبة حلوة في حياتي. يسعدنا الحقيقة. ميرسي يا محمد، ربنا يخليك. انا بالنسبة لي نبوية. نبوية. انا هي نبوية. النبوية دي يا سيدي واحدة من الضحايا او جثة من الجثث. بس دي تعتبر اهم ضحية، يعني اللي هي كانت صاحبة سكينة جدا او انتمتها يعني، وده معناه ان لا يمكن تكون سكينة او اتهموا سكينة برضو بقتلها، ولا يمكن تكون سكينة قتلتها، بس يعني معلش مش قادر احرق. هي اتقتلت اوريدي يعني. هي اتقتلت بس ازاي بقى؟ انا ما ده بقى في الفيلم اللي قتلها ده اللي هنتعرف عليه لما نشوف الفيلم. ده انا لو قلت كده بقى احمد ممكن يقتلني دلوقتي، ما ينفعش، في الفيلم بقى هيبان يعني. انت الخط الدرامي بتاعك في الجزء القديم اللي هو ايام ريا وسكينة، مش كده؟ هتصوري فين بقى؟ هنصور برضو هنا في جزء منه في المدينة، في حي اسكندرية. في حي اسكندرية، وفي مشاهد هتبقى في اسكندرية نفسها يعني، في هنا وهنا يعني. المشهد القتل اكيد يعني هيكون اصعب مشهد بالنسبة لك، مش كده؟ موتة بشعة يا محمد، بس طبعا مش عايز احرقها والله بجد. ويمكن دي اكتر حاجه شدتني في الشخصيه بصراحه يعني، بس ان شاء الله هيعجب الناس يعني. ان شاء الله. تقولي ايه بقى لكل الساده المشاهدين؟ تدعيهم ان هم يتفرجوا على الفيلم لما يعني ينزل دور العرض السينمائي؟ لا بجد لازم يتفرجوا والله، مش عشان انا بشتغل فيه ولا عشان خاطر احمد ولا لا خالص، بس بجد هيغيروا وجهه نظرهم 180 درجه يعني. على الاقل الفكره اللي احنا واخدينها عن ريا وسكينه او حاجه زي كده، لا هتتغير مليون يعني، مليون في الميه. فلازم فعلا يتفرجوا على الاقل، يحكموا ويشوفوا يعني اذا كان فعلا صح ولا غلط يعني. ان شاء الله. طبعا عايدة ببارك لك مرة تانية وبشكرك، بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا بإذن الله. يا رب يا محمد، مرسي جدا، وانا بشكرك جدا جدا لوجودك معنا، وبشكر كل متابعين ومشاهدين قناة الشرقية، وبشكر الجمهور الجميل في العراق، الشعب العراقي الجميل الحبيب، ويا رب الفيلم يعجبكم وتشوفوه يا رب، ويا رب ينزل عندكم بقى في العراق، او لو ما نزلش لازم انتوا تيجوا تتفرجوا عليه بقى ان شاء الله يعني. شكرا، مرسي. مرسي يا محمد.